طالعة من شق في راس كاين نار. الحالة هنا راهي فريمو جهنمة. خلاص صراحة قال لي بابا خلا خير هذيك الساعة ما شفتوش. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هنا وين رانا مع الدخلة مازال ما دخلناش القراية. الساعة راهي توشي راهي 2:30 تاع الصباح. داكور إيبا الحاجة الأولى اللي قابلتنا هنا هاد الحرائق هادو اللي راكم تشوفوا فيهم هنا في طريق الخلال لهنايا. راهي 2:30 تاع الصباح هادي الدخلة تاع القراية. دوك ندخلوا القراية نعطوكم بليس دو ديتاي. تبعونا. المشكل الكبير كامل وراه الريح راهو بزاف. مادام راهو الريح شوف في هذا الجبل اللي راني فيه هنا شاك في راش كاين نار. النار راهي بارتو ومام طونك مازال الريح راهو الله غالب الريح راهو بزاف. ايبا الريح هذا راهو يساعد النار تزيد لها بكثر وكثر. سي سا البروبليم. شوف بار اكزومبل شوفوا عوامل الريح واش راهو يديروا. شوف كاين هنا النار راهي لهبه من هاي ليك كاين الهيب شوفوا اش عمل مام تشوفوا منا. المهم شوفوا منا تاني هنا 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 كادر هذه هذه شوف هاو عوامل الريح واش راهم دايرين. الريح هذا هو اللي يخلق لهيب هنا والله هنايا والله العظيم واش راكم تشوفوا فريمون الحالة تخلع تو سامبلومون. خويا واش صرا ما نكذبش عليك جامي شفناها جامي كارثة كارثة. ديور تاع الناس كاع كلاتهم كلاتها كاع قراية ما كاش الناس كاع خرجوا قشهم. حبيت نفهم حاجة النار النار هذه ما ساعة بدات؟ جوال الخمسة بدات من جهة بني علي اسمها في الجبل اوبتت البارح ديجا البارح بدات شويه وما طفاه ولا مش عارف صح مع الريحه هذا راهي تزيد لا النار بدات على 9 تاع الصباح اليوم 9 تاع الصباح والحمايه ما نقدرش تفيها لا غالب ما تقدرش الريح ومع الاشياء لحقت لنا هنايا لحقت لنا الحي برنوس حي زروقه كلات الديران كاين موتى كاين انتوما بعيالكم ماكم خرجتوا من ديوركم صح انا برا كاع رانا في البور او في البلاج كاع راهم في البور تحتها. هنا هذا كاع محصول زراعي تاع السيد مسكين وين راح كلاته النار. وين راني النار راهي بارتو وين نتمشى وين نروح راني بحاصر بالنار. المهم الحالة هنا راهي فريمو جهنمة. والله يا خوتي وتريحوا دقيقة هنا غير كارثة. شوف منا مورايا وش كاين. نار طالعة من المهم وين تروح تلقى النار. ما بقى فينا والو. اش سلكنا النار كاع اش سلكنا النار الحمد لله كي سلكنا حنايا برك الديار كاع راهم راحوا كاع ربوا كاع واش كاع
حاجه ولا ما خرجتها، كلش محروق. لحقتنا النار خلاص، غلبتنا ما عندنا ما ندير. السهله اللي درناها هي انه نسلكوا العائلات، نسلكوا العائلات، لانه هذا الدوار هذا الحي هذا حي هش هش، والنار والنار تلهب فيه بطريقه سهله يعني. العائلات راحوا، العائلات راحوا، وبقينا حنايا نواجهوا في هذا النيران. ولولا تدخل مصالح الحمايه المدنيه يكون تكون ربما الدار ما راكمش فيها درك. جامي في حياه النصر مولينا وما حكاو لنا شيء. جامي ما شفتو حركي معاه. جامي صرات في كوريا. يا خويا واش نقول لك، المهم انا حاجه اللي عجبتني في كوريا سيك ولادها راهم قاعد دايرين اليد في اليد وراهم قايمين بالواجب. غير ولا غير واش قاعهم واقفين من المصالح تاع الدوله، من المجتمع المدني، من المصالح الامنيه، قاع واقفين. ان شاء الله يا خويا واش نقول لك، ربي معاكم وان شاء الله. وربي يعوض الضحايا ان شاء الله، وربي يرحم ثاني الموتى الزوج هذو كلماته، ربي يرحمهم ان شاء الله ويوسع عليهم. الشاب هذا قاع يحرفوا، الله يرحمه ويرحمه، قاع يحرفوا، قاع من البارح ومن يرحموني، من البارح ومن يبكيهم، من البارح ومن يدعي ولبابا بالرحمه والمغفره. والحمد لله والحمد لله يا وليدي بالقاسم، الحمد لله الحمد لله، جات الله غالب فوق اليدين. على بالي كلاتونا، على بالي كلاتونا، على بالي بقى في وسط الغابة، على بالي بقى الله غالب بليدي. بسم الله الرحمن الرحيم. خويا أبي حاجة الأولى نترحموا على الضحيتين اللي توفوا، وربي يرحمهم ويوسع عليهم وربي يصبر أهاليهم. احنا جمعية قوافل الخير، أنا مجندين بولداء الواجب، جينا من الحج القرايه، رانا هنا من الثامنة مساء، رانا شاركنا مع طاو النوع مع وحدة السيال ووحدة الأشغال العمومية، رافقوهم في عملية الإطفاء وإجلاء تاع المرضى، سورتو لو طونك اللي راك تشوف شوية لور أسفيكسي، كاين الناس اللي ما تقدرش تنفس وكذا. والحمد لله رانا أون دوزي كيب، رانا مقسومي راهم يخدموا. زيد على ذلك رانا نوجدوا روحنا نبريبارو، كاين الناس اللي راهم داوهم لي زوبرج ولي كون وين راهم بايتين، نوجدوا لهم مع الصباح لو بتي ديجوني تاعهم وكذا إن شاء الله بربي. زيد على ذلك إن شاء الله رانا حين نتهيئوا باش نوجدوا لهم مساعدات ايضا قوافل، كاين الناس اللي ضيعت ديارها، كاين اللي ضيعت رزقها، كاين اللي مصبحوا مصبح بلا شيء، ان شاء الله نوقفوا مع خاوتنا في المحنه وان شاء الله ربي يرفد علينا. والميساج اللي نوجهوا دائما انه الناس كي تجي للغابات ولا تجي دائما يفو فير اتونسيون. بارك الله، راهو معنا هنا جمعية انفو ترافيك، جمعية معروفة بزاف. السلام عليكم. دونك فوالا، احنا جمعية انفو ترافيك الجيري ايتيا، دونك ديبلاسينا لهنا باش نعاونوا خاوتنا، سينا نيفاكيو بلوس دي لي نومبر اللي كانوا لهنا، كانوا عالقين لهنا في النار هذه، دونك قدمنا لهم يد المساعدة، عطينا لهم الماء، ديبلاسينا معهم ووقفنا معهم، والحمد لله يعني كانوا تاني معنا بزاف رجال هنا وقفوا معنا، الحمد لله مازال كاين الخير في بلادنا. تبارك الله، صافي بليزير، تفضل خويا. خويا العزيز، فوالا هنا اون سي ديبلاسي، كي شفنا لانفورماسيون تاع لانسوندي هذيا اون سي ديبلاسي لهنايا، كما نقولوا جبنا معنا سوفيزامون دو باش نقدموهم يعني للسكان اللي كانوا بلوكي، اون ايفاكيي تانيك الناس اللي كانت عالقه في 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 ديورهم، ديبلاسيناهم كيما نقولوا اور دونجي اور دونجي، ومازالنا واقفين راك تشوف مع الحمايه المدنيه. خويا العزيز، حاجه اللي حبيت نقول لك، انا بيرسونيلمون جامي ما شفت حريق كيما هذا. ايفيدامون بون، الحريق هذايا مام سكان المنطقه جامي شافوها. نضروا بزاف، نضروا بزاف. ان شاء الله كي يصرا ميتريزي يا خويا، ان شاء الله كي يصرا ميتريزي، والله يبارك الحمايه المدنيه راهي واقفه بور لو مومون. Thank you.